الرئيس السيسي ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويؤكد أنه قائد عظيم رسخ نموذجا للتطور والحداثة. شكري يؤكد في اجتماع كوبنهاجن حول المناخ حرص مصر على تحقيق العدالة المناخية بين كل الدول العالم. أوروبا تقدم دعماً عسكرياً إضافياً لأوكرانيا، ولافروف ينتقد تضارب مواقف كييف حول الوضع الحيادي. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز. أهلاً بكم، والبداية مع دريم مصطفى. أهلاً بك دريم. شكراً إيمان، أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قائلاً: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال وقائداً من أعظم القادة. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم فيها الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم. وقال الرئيس السيسي إن الشيخ خليفة محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت وكالة أنباء الإمارات إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب عليه في جميع مساجد الدولة. وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية نعت الشيخ خليفة بن زايد الذي وفته المنية عن عمر يناهز 74 عاما، معلنة حالة الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، وكذلك تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
وعقب إعلان وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد توالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من دول العالم، وهي التي نلقي عليها الضوء في العرض التالي. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي. أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة. وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنيا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها. حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. ترأس وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، ترأس فعاليات الجلسة 3 للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، والتي تتناول خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. وأشار شكري إلى أهمية ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة للمؤتمر بغلاسكو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات، مؤكدا ضرورة التحرك السريع لتنفيذ تعهدات المناخ. أكد وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 من مؤتمر المناخ سامح شكري الأهمية التي تليها مصر للعلم المرتبط بتغير المناخ وتحقيق العدالة المناخية، كما أشار شكري إلى ضرورة تحفيز الحكومات لإثبات التزامها بخطط مواجهة التغير المناخي. أود أن أطمئنهم جميعا وكذلك كل الأطراف المعنية الأخرى أن مؤتمر الأطراف 27 سوف يشمل الجميع، حيث يكون الأطراف الفاعلة واللاعبين الرئيسيين سوف يتمكنون من التعبير على وجهات نظرهم وكذلك اتخاذ الإجراءات. أود أن أؤكد على الأهمية التي توليها مصر للعلم المرتبط بتغير المناخ، وهذا ينعكس في النتائج والتوصيات التي تخرج من الـ IPCC، وكذلك التأكيد على أهمية تحقيق
تحقيق الانتقال العادل والعدالة المناخية بالاستماع إلى الأطراف المعنية المختلفة بما في ذلك النشطاء والنساء والشباب. أتوقع من كل الأطراف والأصحاب المعنية أن تجتمع في كوب 27 للتعبير عن التزامها المستمر للتكيف مع تغير المناخ، تقليل الانبعاثات والاستمرار في تمويل المناخ وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع لكي نقترب من أهداف اتفاقية باريس. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن مواجهة وتنفيذ التعهدات الخاصة بتغير المناخ مرتبطة بشكل وثيق بالتحديات التي يتم مواجهتها، وشدد شكري على ضرورة التزام كافة الدول بتعهداتها من أجل الحفاظ على مستوى ارتفاع درجة الحرارة بدرجة ونصف مئوية فقط. نحن نتحدث عن مسألة التنفيذ كجانب أساسي، وبالنسبة لنا لكي نتمكن من مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ فهي مسألة مرتبطة بكل التعهدات والالتزامات والمؤشرات وتطبيقها للتحرك قدما، وهناك مكونات مختلفة يجب أن نجمعها معا، سواء كانت تخفيف أثر تكيف المناخ، التكيف، رأب الفجوات الموجودة، وإدراك أننا يجب أن نكون كلنا على نفس المسار فيما يتعلق بالتفسير وألا نتجنب المسؤوليات وأن ننفذ هذه الجهود بشفافية. أعتقد أن هناك كثير من المسائل التي يجب أن نحققها، ومن بينها هي زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المختلفة من أن هذه الالتزامات سوف يتم تحقيقها، والثقة في أنه سوف يكون هناك التزام كافي من قبل الجميع للوفاء بالتزاماتهم، كذلك إدراك أنه لكي نحافظ على درجة ونصف مئوية فهذا هو الهدف الذي تم صياغته سواء في باريس أو غلاسكو، وهذا ما يقوله العلم. كما أوضح شكري أن طموحات الدول الأفريقية في تنفيذ التكيف وحماية المجتمعات تعد أمرا أساسيا على أجندة كوب 27، مؤتمر الذي ستستضيفه مصر. الدول الأفريقية وطموحها في تنفيذ التكيف وحماية المجتمعات أمر أساسي للعملية، فكوب 27 منعقد في أفريقيا، لذا هو أفريقي، ولذلك هناك ارتفاع في مستوى الطموح من أنه سوف يكون هناك تمويل كافي لجهود التكيف، وهذا لن يحمي فقط الهشاشة الموجودة في الدول الإفريقية ولكنه كذلك سوف يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة للاستمرار في هذه العملية. قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر حققت 30% من أهداف استراتيجية المناخ الخاصة بها لعام 2030، مشيرا إلى أن مصر ستعلن مؤشراتها الخاصة بمواجهة المناخ خلال أسابيع. مصر سوف تعلن مؤشراتها التي تم مراجعتها خلال أسابيع، ولقد قامت بصياغة استراتيجية المناخ الخاصة بها، لذا نحن نبذل كل جهدنا، وأعتقد أننا أظهرنا التزامنا في التعامل مع مسألة تغير المناخ، ولقد تخطينا أهداف عام 2030 بنسبة 30% في مزيج بين الطاقة، وسوف نعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. نحن نعتقد أن هناك فرص بالنسبة لنا لكي نسهم ونستفيد من الموارد المتاحة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ونحن نتوسع في استخدامنا لمصادر الطاقة المتجددة بحيث نتمكن من الإسهام في تطوير الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الأخرى التي سوف يكون لها أثر بالطبع على محاربة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
استنكر منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور ونسلاند موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وقال المنسق الأممي في بيان إن استمرار التوسع الاستيطاني يرسخ الاحتلال ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن بحثا في واشنطن العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات في المنطقة. وقال العاهل الأردني إن الدعم الأمريكي للأردن في مجال الدفاع يمكنه من تعزيز جهوده لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما حذر خلال الاجتماع من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، معتبرا أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز ناقش خلاله آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا. وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين أوضح بالتفصيل الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، كما أطلع شولتز على الإجراءات التي يجرى اتخاذها بغية ضمان أمن المدنيين وإجلاء المحتجزين من قبل القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول. كما أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي المخاطر التي قد يجلبها إلى بلده قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف الناتو. ونشر الكرملين لقطات تظهر بوتين وهو يخاطب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بالقول إن الاجتماع يعقد دون أجندة محددة مسبقا لمناقشة المسائل العملياتية بغية تقييم الوضع. وخلال الاجتماع أطلع وزير الدفاع سيرجي شايغو المجتمعين أطلعهم على سير العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، كما تم تبادل الرؤى بشأن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو والمخاطر المحتملة الناجمة عن ذلك على أمن روسيا. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أنه طلب من مجموعة الدول السبع الكبرى مصادرة أصول روسية وتسليمها لمساعدتها في إعادة الإعمار. وقال كوليبا إنه تقدم بهذا الطلب خلال كلمته أمام اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا، مشيرا إلى أن روسيا عليها أن تدفع مليارات الدولارات. كما دعا كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدما في خطط لفرض عقوبات أوسع على روسيا بما في ذلك الحظر النفطي، وأعرب عن أمله في أن تتخلى المجر عن معارضتها لهذا المخطط. قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب باريل قال إن الاتحاد سيقدم دعما عسكريا إضافيا بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا. وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا، قال بوريل إن الدعم العسكري سيكون للأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية، حيث ستتم زيادة المساعدات الأوروبية إلى نحو ملياري يورو. وأعرب بوريل عن تفاؤله حول احتمالية الاتفاق على فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي في الأيام المقبلة. دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى تسليم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا في مواجهة روسيا،
وطالبت بفرض عقوبات جديدة على موسكو. وقالت تراس خلال اجتماع مجموعة السبع في شمال ألمانيا إنه من المهم جدا في الوقت الحالي مواصلة الضغط على بوتين من خلال إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وزيادة العقوبات ضد الكرملين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدائي، ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إليه ليست بريئة. وأضاف لافروف أنه على الرغم من التصريحات العلنية لقيادة أوكرانيا، فإنها تعلن في اتصالاتها مع روسيا أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم انضمامها لأي تكتل. واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الاتحاد لم يعد منصة اقتصادية بناءة كما تم إنشاؤه، وبات يعلن عن طموحاته خارج حدود القارة الأوروبية. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الأمن العالمي مهدد بسبب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا وأحداث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها ميشيل خلال زيارة لمدينة هيروشيما اليابانية التي تعد أول مدينة تتعرض لقصف بقنبلة ذرية، حيث قال إن الأمن العالمي مهدد في هذه اللحظة من قبل روسيا من خلال إطلاقها إشارات غير مقبولة عن استخدام الأسلحة النووية. قال الكرملين إنه لا يوجد أي إجراء وتحرك بشأن وضع وإعداد وثيقة مشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا حتى الآن، منوها بأنه لا يوجد أي رد من الجانب الأوكراني على المقترحات الروسية. وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا اعتراض على اجتماع الرئيس الروسي مع الرئيس الأوكراني، لكن يجب الإعداد لذلك والتحضير لعقد مثل هذا الاجتماع. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة ستؤيد طلبي فنلندا والسويد للحصول على عضوية حلف الشمال الأطلسي الناتو. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن ستدعم أي تحرك من جانب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد تقرير سويدي رسمي أن قرار السويد بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سيقلل خطر نشوب نزاع في شمال أوروبا. وقال التقرير الذي أعدته الحكومة والأحزاب السياسية إن عضوية السويد في الناتو سترفع عتبة اندلاع نزاعات عسكرية، وبالتالي سيكون لها تأثير رادع في شمال أوروبا. هذا وأكدت وزيرة الخارجية السويدية آن لوندي في مؤتمر صحفي أن بلادها رأت أنها لن تتعرض لهجوم عسكري تقليدي ردا على الترشح المحتمل للناتو. يبدو أن الأزمة بين روسيا والغرب لن تقف عند حدود أوكرانيا، بل إن أحداثا جديدة بدأت في التشكل، أبرزها السجال الدائر بين روسيا والغرب بعد تصريحات فنلندية وسويدية أشارت إلى إمكانية التقدم بطلب للانضمام للناتو. فنلندا طرقت أبواب الناتو موجهة رسالة إلى روسيا مفادها أن المسؤولية الكاملة للطلب تقع بالأساس على موسكو. وخلال توقيع اتفاق حماية متبادلة مع المملكة المتحدة، دعا رئيس فنلندا سولين نيستو موسكو إلى اعتبار نفسها مسؤولة عن انضمام محتمل لبلاده إلى الناتو، مشددا على أنه لن يكون موجها ضد أحد. الكرملين من جانبه أكد أن انضمام هلسنكي إلى حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا، معبرا عن أسفه لقرار الحكومة الفنلندية الانضمام إلى دول قال إنها اتخذت موقفا عدائيا تجاه موسكو. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدود روسيا لا يجعل العالم أكثر استقرارا وأمنا. في هذه الأثناء أشارت وسائل إعلام سويدية إلى أن حكومة ستوكهولم تعتزم التقدم بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي فور عقدها اجتماعا إضافيا يوم الاثنين المقبل.
وحال تقدم أي من الدولتين رسميا بالطلب فستكون هناك فترة انتقالية تستمر من تاريخ تسليم الطلب حتى تصديق جميع برلمانات أعضاء الناتو الثلاثين عليها. وسيكون انضمام الجيوش الفنلندية والسويدية بمثابة دفعة قوية لقوة الناتو الدفاعية في شمال أوروبا، إذ أن القوات الروسية تفوق قوة الحلف في شمال القارة الأوروبية عدداً بشكل كبير، كما أنه يملأ فجوة كبيرة في دفاع الناتو كونه يضاعف مساحة حدوده مع روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلين من طراز سو 27 و 15 مسيرة تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكو في مؤتمر صحفي إن القوات الروسية تدمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية بالوقود. من جانبها أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 26900 جندي روسي وتدمير 1205 دبابات و200 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي تشمل نحو 2873 عربة قتال مصفحة و534 منظومة مدفعية و191 من الصواريخ متعددة الانطلاق و87 من أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات و199 طائرة و161 مروحية و2019 مركبة آلية و13 سفينة وقارب و398 طائرة بدون طيار و41 وحدة من المعدات الخاصة. أوصت الحكومة الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بريطانيا أو محاولة الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها، متهمة لندن بممارسة نهج غير ودي تجاه موسكو. وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أنها تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى متعددة من مواطنين روس يقولون إن الحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة أصبح أمرا مستحيلا بالفعل أو صعبا للغاية بالنسبة لهم. وبررت لندن هذا الأمر بأنها تعطي حاليا الأولوية في إصدار التأشيرات لطلبات اللاجئين الأوكرانيين. وتعهدت الوزارة بأن روسيا ستتبع نهجا مماثلا بحق البريطانيين ما لم يتم تطبيع الوضع. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن فرض العقوبات باستمرار على روسيا لعب دورا هاما في خنق الاقتصاد الروسي وأن روسيا باتت منعزلة دوليا. وقالت كارين دونفورد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، قالت إن واشنطن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وتوفير استجابة عالمية قوية لضمان أن العملية العسكرية الروسية ستؤدي إلى فشل موسكو استراتيجيا. وقالت دونفورد إنها ستعمل مع المشرعين الأمريكيين على دراسة طلب فنلندا والسويد لالتحاقهما بحلف الناتو لردع روسيا من أي مطامع تجاه تلك الدول. اتهمت الولايات المتحدة الجيش الروسي بأنه نقل قسرا إلى روسيا آلاف عدة
من الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية أواخر فبراير. وقال مايكل كاربنتر السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الولايات المتحدة تقدر أن القوات الروسية نقلت ألافا عدة من الأوكرانيين إلى معسكرات الفرد هذه، وأحيانا دون أن تبلغ من تم إجلاؤهم بوجهتهم النهائية، وشدد على أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 700 مليون شخص أي 10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع. وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن ملايين من سكان العالم خاصة في دول العالم النامية يكافحون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وأضافت الأمم المتحدة أن القضاء على الفقر بكافة أشكاله حول العالم هو أول أهداف التنمية المستدامة. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون إن الصراع في أوكرانيا يثير أزمة غذاء عالمية. وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار في شمال ألمانيا، أكد لودريون أن دول مجموعة السبع ستواصل تقديم المساعدات العسكرية والمالية إلى أوكرانيا، مشددا على أن العالم يتعامل مع صراع طويل الأمد ستؤثر عواقبه على الوضع الدولي لفترة طويلة، بما في ذلك مجال الأمن الغذائي. في السياق نفسه، وصف وزير الزراعة الألماني ما قال إنه سرقة حبوب من جانب القوات الروسية في أوكرانيا بالمقيت. وقال الوزير الألماني إلى جانب نظيره الأوكراني على هامش اجتماع لمجموعة السبع بهدف مساعدة كييف على تصدير منتجاتها، قال إن روسيا تسرق وتصادر البضائع والحبوب في شرق أوكرانيا، وهذه طريقة مقيتة لشن الحرب. أعلن وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو أن بلاده اضطرت إلى إنفاق ما يعادل 8 مليارات و300 مليون دولار في التصدي للعملية العسكرية الروسية بدلا من التنمية. وقال مارشينكو إن هذا المبلغ الذي لم تعلن عنه الحكومة من قبل يكشف عن الاضطراب الاقتصادي الذي تمر به أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف في حاجة ماسة إلى زيادة الدعم الأجنبي لأنها مجبرة على ضخ مزيد من المليارات الدولارات في الإنفاق الطارئ. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، قال إن عالم ما بعد العقوبات ضد روسيا سيجلب انهيارا في عدد من سلاسل التوريد العالمية للسلع، ومن المحتمل حدوث أزمة لوجستية كبرى. وأضاف ميدفيديف أن العقوبات ستتسبب في اشتداد حدة أزمة الطاقة في الدول التي فرضت عقوبات على توريد ناقلات الطاقة الروسية، وستستمر أسعار الوقود الأحفوري في الارتفاع، كما سيتباطأ تطوير الاقتصاد الرقمي في العالم. كما رجح ميدفيديف أن تجتاح العالم أزمة غذاء دولية شاملة مع احتمال حدوث مجاعات في بعض الدول، فضلا عن اندلاع أزمة نقدية ومالية في بعض البلدان وتضخم متسارع. ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، فيما تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ولم يحقق زيادة إلا بنسبة 0.5% في أبريل، مع تراجع الزيادة في تكلفة منتجات الطاقة.
هذا ويصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يحظر أسعار الوقود المفرطة أو الاستغلالية. من شأن هذا الإجراء أن يحظر ارتفاعات الأسعار أثناء حالات الطوارئ الوطنية الخاصة بالطاقة والتي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وهذه هي المحاولة الأحدث من قبل الديمقراطيين لتحكيم تكاليف الطاقة الباهظة قبل مواجهتهم لأصوات الأمريكيين المنهكين من التضخم في صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر المقبل. هذا وقد زادت أسعار تجزئة البنزين في أمريكا لتبلغ مستويات قياسية جديدة، حيث يحاول الديمقراطيون إلقاء اللوم في ارتفاع أسعار الوقود على شركات النفط التي حققت أرباحا قياسية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأحجمت عن الاستثمار في زيادة الإنتاج. حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن القدرات المالية للمستهلكين قد تتأثر بفقدان الوظائف وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المنازل، حيث أدى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018. المزيد في العرض التالي مع أحمد أبو زيد. لا يزال التضخم يسيطر على أكبر الاقتصادات نتيجة ما يشهده العالم من تداعيات متواصلة لأزمات قائمة وارتفاعات مستمرة في أسعار الطاقة والغذاء، لتنطلق تحذيرات كبرى من مخاطر تداعيات هذه الأزمة على دول العالم أجمع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حذر من أن القدرات المالية للمستهلكين قد تتأثر بفقدان الوظائف وارتفاعات الأسعار الفائدة مع انخفاض في أسعار المنازل وقيمتها، مشيرا إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة لمحاولة ترويض صدمات التضخم الجديدة من شأنها هي الأخرى أن تشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي. كما أشار إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالحرب الطويلة ما بين روسيا وأوكرانيا والتي فرضت بالفعل ضغوطا على أسواق السلع الأساسية. التحذيرات امتدت لتفيد بوجود فرصة أعلى من المعتاد بأن تتدهور ظروف التداول في الأسواق المالية الأمريكية. أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المزيد من المفاجآت السلبية في التضخم وأسعار الفائدة خاصة إذا صاحبها انخفاض في النشاط الاقتصادي يمكن هي الأخرى أن تؤثر سلبا على النظام المالي كله. الفيدرالي الأمريكي أفاد أيضا بأن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات أعلى وضغوط على سيولة السوق وتصحيح كبير في أسعار الأصول الخطرة. أضاف أن هذا من شأنه أن يقلل من القدرة على زيادة رأس المال أو الاحتفاظ بثقة الأطراف المقابلة. في محاولة لمجابهة حالة التضخم، قدم الفيدرالي الأمريكي أول زيادة في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000، كما من المقرر أن يقوم بتنفيذ زيادات إضافية بذات الحجم في اجتماعيه المقبلين بشأن السياسة العامة. من المقرر أن تبدأ الإدارة الأمريكية أيضا في شهر يونيو بتقليص ميزانيتها العمومية البالغة 9 تريليونات دولار، مع تكثيف الجهود لمحاولة كبح جماح أعلى معدل تضخم تشهده الولايات المتحدة منذ قرابة 4 عقود متتالية. أدى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018. أجبر هذا الارتفاع المستثمرين في كل أنحاء العالم على إعادة تقييم العديد من الأسهم التي يزايدون عليها لتسجل ارتفاعات وصفت بالقياسية على مدار العام الماضي. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كل تعاملاته منذ تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يحاول قدر الإمكان أن يمتص موجة التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة على مدار 4 عقود هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ 40 عاما، لكن هذه القرارات التي يفرضها الفيدرالي الأمريكي تحتم على كل اقتصادات العالم وعلى أسواق المال فيه أن تتعامل بمنطق الهزة الارتدادية التي يتعين أن تكون متجاوبة مع تأثيرات هذا القرار. أعلى
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شراءه المزمع لتويتر بقيمة 44 مليار دولار معلق مؤقتا بانتظار التفاصيل بشأن الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي. وقال ماسك في بيان له إن صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل المعلقة والتي تدعم العملية الحسابية القائلة بأن الحسابات المزيفة تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين، مشيرا إلى أنه متشكك في أن عدد الحسابات غير الأصلية منخفض جدا. تأتي تصريحات ماسك بعد يوم واحد من طرد شركة التواصل الاجتماعي لاثنين من كبار مديريها. ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية تبدو مستعدة لإجراء تجربة نووية جديدة، فضلا عن إمكانية إجراء اختبار أنواع مختلفة من الصواريخ قبل التجربة النووية. وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين إنه يتم حاليا إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة حول ما هي الدوافع كوريا الشمالية لإجراء التجربة النووية وما إذا كانت تقنية أم سياسية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت إن الرئيس جو بايدن يفكر في زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين عندما يقوم برحلة إلى آسيا الشهر الجاري. وأضافت ساكي أن البيت الأبيض لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جدول زيارة آسيا، لكن القيام برحلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين والتي تفصل الكوريتين خطوة يتخذها العديد ممن يزورون المنطقة. هذا ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 من مايو الجاري ويجري محادثات مع زعماء البلدين. عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج. وخلال الاجتماع أكد الملا أهمية تلك الجهود في إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة وللاستفادة من ارتفاع الأسعار للبترول والغاز حاليا على مستوى العالم في تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي للحد من أثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذي يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي. كما أكد أيضا أهمية زيادة الإنتاج المحلي في دعم الاستقرار في تأمين متطلبات الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. نجحت جهود الدولة المصرية في دعم قطاع البترول بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات دول العالم. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميل أحمد أبو زيد. تواصل الدولة جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر النهوض بالقطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، وعلى رأسها قطاع البترول، وذلك رغم كل التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادات دول العالم. قطاع البترول نجح بدوره في تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال الأعوام الثمانية الماضية، حيث أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق نفس هذا المعدل في آخر 8 سنوات فقط. جرى توصيل الغاز لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مضاعفة الجهود للتوسع في هذه الخدمة.
فيما يتم العمل حاليا لتوصيل 1,200,000 وحدة سكنية كل عام ومدها بالغاز الطبيعي، حتى بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13,300,000 وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية حتى اليوم. تمثلت الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي في مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف العام، لتبلغ أكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها حالياً نحو 450,000 سيارة، ويتم العمل على إدخال نحو 150 محطة أخرى إلى الخدمة. تستهدف الدولة أيضاً انتشاراً لهذه المحطات في مختلف المناطق تشجيعاً وتحفيزاً للمواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود آمن للسيارات، وقد جرى بالفعل تحويل 9,000 سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر أبريل الماضي، وهو معدل ينجز للمرة الأولى بنفس هذا الحجم. في الوقت ذاته أعدت الحكومة خطة طموحة لتطوير ودعم صناعة البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة باعتبارها صناعة القيمة المضافة، من خلالها أيضاً يتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وبشكل خاص الغاز الطبيعي، ينعكس مردودها إيجابياً على الاقتصاد باعتبارها تشكل جزءاً أساسياً في الناتج القومي. هكذا إذن تتعامل الدولة مع طفرات مستمرة في قطاع الطاقة وفي استخدامات الوقود باعتبارها تشكل جانباً حيوياً من جوانب التنمية التي تستهدفها الدولة وركناً أساسياً من أركان تحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية. وفي بيان لها قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنها تستهدف أن تكون منطقة السخنة مركزا إقليميا رائدا في صناعة الهيدروجين الأخضر تزامنا مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت الوزارة توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وكافة السلع الأساسية ما يكفي 5 أشهر، ويتم تجديدها دوريا، موضحة أن حملات تفتيش يومية تشن على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 53 طن مواد غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 30 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 410 قضايا من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. رياضياً، تنطلق الليلة بطولة العالم للسكواش لمحترفي الرجال والسيدات والتي تقام في الفترة من 13 إلى 22 من مايو الجاري بمصر. تشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر البطولات العالمية مشاركة 128 لاعب سكواش بالعالم من الرجال والسيدات. تقام مباريات البطولة بداية من يوم 17 من مايو على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات المصرية
للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. يستعد منتخب مصر للتجديف للمشاركة في أولى المسابقات العالمية لهذا الموسم في بلغراد بصربيا. المزيد في التقرير التالي. مع أول أضواء النهار يبدأون تدريباتهم الإحمائية وينزلون بقواربهم إلى مجرى النيل استعدادا لبطولة العالم المقبلة والمقامة في الثلث الأخير من هذا الشهر. إنهم لاعبو منتخب مصر للتجديف الذي يستعد لخوض أولى المسابقات العالمية لهذا الموسم في بلغراد بصربيا. مؤخرا احنا شاركنا في بطولة العالم للصالات والحمد لله حققنا نتائج جيدة جدا، وصلت إلى ان احنا الحمد لله خدنا اربع ميداليات، ثلاث ميداليات ذهب واثنين فضة وثلاثة برونز، ودي كانت نتائج كويسة قوي. وان شاء الله احنا بنحاول وبنطمح ان الكلام ده كله يتحقق برضو في التأديف في المجاري المائية، لان في النهاية احنا عاوزين برضو نأهل اكبر عدد من اللعيبة للأولمبياد باريس ان شاء الله. يتكون المنتخب الذي يستعد للسفر من 14 لاعبا، منهم 10 رجال واربع فتيات يشاركون في مختلف الفئات والأوزان. احنا بقالنا فترة بنتمرن كل يوم طبعا في المية، لازم على الأقل تقريبا ساعتين لثلاثة يوميا، وفي تمرينة تانية بتبقى عبارة بقى عن تمرينات أرضي ليها علاقة بالفتنس طبعا، اللياقة والحديد، بنلعب حديد عشان نقوي جسمنا أكتر، وكمان بنلعب في جهاز اسمه الأرجوميتر اللي هو جهاز التأديف الأرضي، ده برضو مهم جدا جدا يعني في البرنامج بتاع اي تأديف. ان شاء الله بنشارك السنه دي اول سنه بالمستوى اللي احنا فيه ده بالقوه، ما كناش قبل كده بالقوه ديت، لسه راجعين من بطوله عالم ارجوميتر حققنا فيها ذهب، فربنا يسهل ان شاء الله ونحقق حاجه حلوه لمرحله كاس العالم دي. احد المراكز السته الاولى هو الهدف الذي يضعه لاعبو منتخب التجديف كخطوه اولى في الكاس المقام بصربيا هذا الشهر، تمهيداً لمزيد من المسابقات والأهداف التي تتوج بأمل الميداليات الذهبية في الأولمبياد المقبلة. يختتم فريق الأهلي استعداداته في الجزائر لمواجهة وفاق الطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت. واقترب الأهلي بشكل كبير من بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه الكبير على ضيفه وفاق الطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة. نهاية الجولة الإخبارية الآن إليكم تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي ينعي الشيخ خليفة بن زايد النهيان ويؤكد أنه قائد عظيم رسخ نموذجا للتطور والحداثة. شكري يؤكد في اجتماع كوبنهاجن حول المناخ حرص مصر على تحقيق العدالة المناخية بين كل دول العالم. أوروبا تقدم دعماً عسكرياً إضافياً لأوكرانيا، ولافروف ينتقد تضارب مواقف كييف حول الوضع الحيادي. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، قدم لكم هذه النشرة إيمان الحويزي وأنا دريم مصطفى، وإلى اللقاء.